رح نبقى بأجواء المرأة، فتمكين المرأة ووضعها بمناصب قيادية ومنحها الثقة أحد أبرز الموضوعات اللي بتستهدفها السعودية من خلال رئاستها لمجموعة العشرين جي 20. فالمملكة وضعت مرتكزات استراتيجية من أبرزها أعلى نسبة تمثيل للمرأة في فرق العمل وإنشاء مجلس سيدات الأعمال الأول من نوعه وغيرها الكتير. وعلى فكرة بلغت نسبة مشاركة النساء من مختلف الدول في فرق العمل خلال الجي 20 34% و43% في رئاسة فرق العمل، وهالشي جدا ملهم ويعتبر غير مسبوق في تاريخ سنوات القمة. مشاهدينا، بتشمل قمة مجموعة العشرين مجموعات تواصل عديدة بتقدم توصيات رسمية لقادة المجموعة، ومن أبرزها مجموعة الدبليو 20 أو ويمن 20 اللي بتمثل مصالح المرأة. ولنحكي أكثر عنها وعن مشاركة المرأة معنا من الرياض الدكتورة ريم بنت أحمد الفريان، المدير التنفيذي لإدارة دعم مجموعات التواصل. يسعد صباحك. يا هلا. بداية حابة أسألك دكتورة، كيف بتشارك مجموعات التواصل واللي منها الدبليو 20 والبي 20 وغيرها بنقاشات مجموعة العشرين، وكيف تسمع أصواتهم؟ أولا خلينا نوضح أنه مجموعات التواصل هي مجموعات مستقلة عن الحكومات، تمثل صوت المجتمع المدني، تمثل صوت 6 مليار و400 مليون شخص على مستوى العالم من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. خلال سنة الرئاسة هنا في المملكة التزمت المملكة بتمكين مجموعات التواصل، هو من ضمنها المجموعات اللي ذكرتيها حضرتك، للمشاركة في نقاشات المتعلقة بفرق العمل والاجتماعات الوزارية وحتى الاجتماعات الوزارية الاستثنائية التي حصلت خلال هذا العام. أيضا حتى حرصنا خلال سنة الرئاسة أن يتم مشاركة مجموعات التواصل من قبل مسؤولين بناء على دعوة مجموعات التواصل للاجتماعات خاصة بمجموعات التواصل، ومن ضمنها الاجتماع الافتتاحي لقمتهم وأيضا القمة نفسها اللي اختتمت طبعا جميع قممهم في مطلع هذا الشهر. دكتورة كامرأة يشاركون في النقاشات من خلال هذه الاجتماعات. دكتورة كامرأة بمنصب قيادي، كيف عم بتشوفي تمكين المرأة خلال سنة رئاسة السعودية للجي 20 ومن داخل الأمانة السعودية لمجموعة العشرين؟ المرأة في خلال سنة الرئاسة شاركت صراحة بكل فخر على جميع المستويات، من قيادة فرق العمل وقيادة أيضا مجموعات التواصل، وأيضا في إعداد السياسات وكتابة السياسات وتوحيد الجهود وحتى تنظيم هذه الفعاليات شاركت فيها المرأة. داخل الأمانة السعودية المجموعة العشرين تشكل المرأة 41% من عدد الموظفين بداخل الأمانة، ومن المناصب القيادية حصلت المرأة على 31% من المناصب القيادية، وما هي أي مناصب قيادية، هي مناصب قيادية محورية زي مثلا يعني على سبيل المثال الإدارة القانونية وإدارة الفعاليات الدولية والمؤتمرات الدولية، وأيضا الإدارة اللي أقودها أنا اللي هي إدارة دعم مجموعات التواصل وهي إدارة العلاقة ما بين مجموعات التواصل ومجموعة العشرين. أرجع أقول أنه الإدارة هذه إدارة مهمة جدا، لأنها هي أولا قيادتنا الرشيدة، ويعني خصوصا مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصين من خلال أيضا الرؤية على المجتمع المدني وصناعة مجتمع حيوي، فهذا الحرص ينطلق من رؤية المملكة. فخلال هذه السنة حرصنا أن يكون هناك تمثيل لمجموعات التواصل وتمثيل للمرأة خلال في داخل الأمانة السعودية أيضا لمجموعة العشرين، وهذا جزء لربما من رسالة المملكة للعالم كله من خلال رئاستها لمجموعة العشرين هاي السنة. لكن حابة أسألك دكتورة، رسالتك أنت أو نصيحتك لكل امرأة عربية تتابعنا اليوم وحابة تكون بمنصب قيادي؟ يمكن الآن كسيدة سعودية أقدر أقول أني أنا في زمن التمكين، في زمن قيادة تمكن المرأة. المرأة اليوم العربية أصبحت أكثر تعليما وأكثر خبرة في العمل وخصوصا المناصب القيادية. يعني باختصار إذا أنا يعني هذا الموضوع النصيحة صعبة، لكن أن نعمل بحب وإخلاص لأوطاننا كسيدات من دول عربية، وأيضا أن
نقدم ما نستطيع ونغتنم كل الفرص. يعني المهم جدا انه اذا كانت هناك فرصه نغتنمها ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نحقق الرؤى الخاصه بدولنا. دكتوره انا سعيده جدا بلقائك وسعيده بالتمثيل الرائع للمراه في الجي 20 هاي السنه برئاسه السعوديه. دكتوره ريم بنت احمد الفريان المدير التنفيذي لاداره دعم مجموعات التواصل، شكرا كثير على وجودك معنا.